يا الله يا الله. والله يكون واحد واثنين ما نسيني والله. 12 واحد 12 واحد والله. فرق الدفاع المدني والمدنيين كتف الى كتف، نحن السوريين اللي عم نشتغل بجانب بعضنا لحتى ننقذ الارواح والعالقين بين الانقاض. ساعة ساعتين نملي هالشحنة هي كلياتها. نقوم الآن في المطبخ الخيري في الشمال السوري بصناعة الوجبات المطبوخة الجاهزة لتقديمها لأهلنا المتضررين من الزلزال الذي ضرب هذه المنطقة.